عايز تربي سمكة حلوة وشكلها شيك كده ويكون فايدة من نوعها، في فيديو انا هنعرف عن الكائن ده، فخليكم على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يا جماعة هنتكلم عن سمكة الفراشة. دي سمكة جميلة جدا وفايدة من نوعها، بس قبل ما نبدأ الفيديو متنساش تحط لايك وتشترك في القناة لو تشترك عشان نستمر في تنزيل الفيديوهات، وكمان تعمل لايك للفيديو عشان اللايك بيخلي الفيديو ينتشر ويوصل لغيرك عشان ياخد المعلومات المفيدة اللي انت عايزها دي طبعا. فحط لايك واشترك في القناة واعمل شير للفيديو عشان صحابك تستفادوا والناس تانية كمان تستفاد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما انتم شفتوا في عنوان الفيديو هنتكلم عن سمكة من المالح اللي هي سمكة الفراشة او البتر فلاي فيش. دي سمكة يعني لوحدها ليها اكتر من 115 نوع، تخيل يعني السمكة دي لوحدها ليها فصائل كتير جدا. وزي اصلا ما احنا عارفين ان البحار محتاط فيها كمية اسماك تاريخية انواع جبارة وكتيرة بشكل غير طبيعي، وحتى احنا البشر استكشفوا اكتر من 5% من المحيطات بس، او البحار حتى يعني. يعني ممكن يكتشفوا انواع تانية من السمكة دي، بس معروف ان هي اكتر من 115 نوع من سمكة الفراشة دي. كمان هي بتعيش في مياه الضحل اللي هي الدافية كده، يعني المياه الدافية هي بتعيش فيها. بقى السمكة دي يا جماعة عايشة السمكة دي بتكون عايشة في مياه الضحلة، وبتلاقيها كده عند الشعاب المرجانية بتلاقيها بتنقر فيه، بس مش بتنقر فيه اللي هي بتأذيه، اللي هي بتنقر فيه بتخلصه من الديدان والميكروبات والحاجات الضارة دي، هي بتخلصه منه بقى. فدي هتبقى مفيدة جدا جدا ليك لو انت معاك حوض يعني وخايف عليه كده، فالسمكة دي هتبقى مفيدة جدا ليك تخلصك من كل ده. وهيبقى نعمل فيديو ان شاء الله عن الأحواض المياه المالحة عشان كده عشان ازاي تربيها، عشان ممكن توصل 48,000 جنيه الحوض الواحد، يعني تخيل سعر ضخم جدا ده غير مصاريف الرعاية بقى وكده. فالفيديو هيبقى ينزل قريب، ممكن الحلقة الجاية أو اللي بعدها كده يعني كتير، فا يعني انتظروا بقى الفيديو الجاي. فبعد ما عرفنا هي بتعيش فين وكده، عايزين نعرف هي بتاكل ايه. السمكة دي اللي هو ايه بتاكل نباتات ولحوم، يعني اومنيفوري باختصار. يعني السمكة دي نباتية بتاكل نباتات ولحوم مع بعض، زي مثلا ممكن تأكلها الخلطة بتاعت السمك كل مثلا انت تجيب صبيط على جندفلي على جمبري يعني، ويعني لحوم كده مع بعض، تجيب خضار زي بروكلي وقرنبيط وخيار وكوسة يعني، وبعد كده تحطهم كده على بعض في الخلطة دي وتجمدهم بعدين تديهم للسمك، بس مش اكتر من 2 أو 3 بالكتير يعني، كبيرة اكتر 2 دقايق كده او 5، 5 ده اقصى حاجة في الحاجة التاريخ يعني، 5 دقايق ده اقصى حاجة، بعدين تشيل الاكل عشان ما يعفنش ويجيب لك امراض. عشان عايز اقولك ان السمكة دي يعني بتعيا بسرعة، السمكة دي يعني عمرها مش طويل جدا يعني. السمكة دي يعني بيجيلها مرض اللي هو الوايت سبوت، اللي هو بتلاقي نقط في السمكة كده، تلاقي نقط ظاهرة كده في السمكة، ده مرض الوايت سبوت. ده مرض اكتر مرض منتشر في الاحواض المياه المالحة، فخلي بالك منه يعني، ده مرض خطير جدا. فخلصنا كام حتة التغذية والمرض ده. طيب بعد ما عرفنا السمك ده، بعد ما عرفنا ان السمك ده بياكل ايه، عايزين نعرف هو ايه الاسماك اللي هو ممكن يقعد معاها. يعني السمك اللي هو بس قبل ما ننتقل صح، عايز اقولك ان اما تيجي مثلا انت عايز تاكلها دراي فود، يعني اغلب السمك بيكون جاي من المحيط على طول، يعني يعتبر اللي اتفرخ في الاسر هو الكلاون فيش يعني. فاغلب السمك اللي بيجيلك من السمك المياه المالحه
اغلبه بيجي من المحيط، مش بيتفرج، مش بيكون متعود على الاكل ده. فايه انت لازم تكون تعوده على الاكل وكده، عشان ايه السمكه دي يعني الاسماك صعبه انك تعودها على حاجه معينه. بس احسن انك مثلا شايفين السمكه قدامك في الصوره دي نوع من انواع السمك اللي كانت لسه معديه دي، نوع من انواع سمك الفراشه البتر فلاي. السمكه دي بتعوز النوع ده بقى منها بيعوز يجي في مجاميع يعني، فانت لازم تجيب اقل حاجه مثلا 4 أو 5 أحسن، كل ما تزود العدد هيبقى أحسن، بيمشوا مع بعض، عشان دي سمكة بتكتئب وبتموت. ف المهم بعد ما تتعودها السمكة اللي هي ممكن تقعد معاها زي سمك مثلا دوري اللي هو التانك أو كلاون فيش اللي هو النيمو يعني، وسمك كتير مسام، وفي أسماك تانية كتير جدا مسامة. يبقى أعمل حلقة بقى عن أنواع السمك وكده يعني، هفهمكم كل حاجة إن شاء الله. التوافق مع الاسماك يعني سهل جدا، فاي حاجه مسالمه تقدر تحطها معاها. فبس دي كانت كل حاجه عن السمكه دي. لو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك وتشترك في القناه. زي ما شايفين السمكه يعني سهله، بس ما انصحش بيها مبتدئين عشان بتاعي بسرعه دي ممكن تعيا منك وتموت فعلا. فدي يعني سمكه سهله يعني، ممكن اديها 7/10 مثلا لو انت اول مره تبدا، لازم يبقى معاك خبرة شوية كده فيها. فهو ده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة لو مش مشترك، عشان نستمر وتشجعنا. ولايك الفيديو عشان الفيديو ينتشر ويوصل لغيرك ويستفاد، وشير بقى عشان الناس تعرف ان بقى استفادت فيسبوك وانستجرام كل حاجة، اهم شير في كله. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة. فبس هو ده كان الفيديو، ايه مع السلامة.